ايه الفرق بين am, is, are, do or does؟ ركز معايا. اهلا بيكم في حلقه جديده من حلقات كورس تعلم اللغه الانجليزيه. النهارده هنتكلم عن درس في الجرامر. هنتكلم عن الفرق بين am, is, are اللي هو verb to be بمعنى يكون, do or does verb to do بمعنى يقوم او يفعل. ايه الفرق اللي بينهم؟ لازم تعرف الاثنين بستخدمهم في السؤال بهل، بس في حاجة مشتركة بين السؤال هنا والسؤال هنا اللي هو الفعل. انا بسأل عن الفعل في two verbs الثانية اللي هو am is are or do or does. انا بستخدم verb to be اللي هو am is are للسؤال عن اسم صفة فعل. تلات حاجات، اسم صفة فعل. ازاي؟ لو عايز اقول بالعربي هل انت فرانك؟ هل هذه حديقة؟ دي السؤال عن الاسم. طب السؤال عن صفة، هل أنت جعان؟ هل أنت عطشان؟ هل أنت طالب نشيط؟ السؤال عن فعل، هل أنت تلعب كرة القدم؟ هل أنت تشاهد الأفلام؟ هل أنت تمارس الرياضة؟ فبسأل عن اسم أو فعل أو صفة. ده verb to be am or is or are. verb to do اللي هو do or does أنا بسأل فيه عن حاجة واحدة بس ألا وهي الفعل. بسأل عن الفعل. am, is, are اللي هو verb to be. ناخد examples. لو هسأل عن اسم هقول ايه؟ are you Frank? are you John? هو انت Frank? انت John? ده بالسؤال عن الاسم. السؤال عن الصفة، are you hungry? are you hungry? are you thirsty? هل انت عطشان؟ السؤال عن الفعل، هل انت تلعب كرة القدم؟ do you play football? do you watch movies? هل انت تتفرج على الافلام؟ Do you do sports? هل أنت تمارس الرياضة؟ Do you practice sports? نيجي الـ verb to do اللي هو بيتكون من do or does. واحد يسألني هو أنت ليه مسميهم verb to be و verb to do؟ لأن الـ verb to do هو الشكل الفعلي في المصدر، هو الـ basic form لـ do or does. Verb to do أنا بستخدمه للسؤال عن الفعل فقط. إزاي؟ هل أنت تمارس الرياضة؟ Do you practice sports? Do you practice sports? أو do you watch movies? هو أنت بتتفرج على الأفلام؟ طب يا مستر ما أنت لسه قايل لي am و is و are، بسأل برضو عن الفعل. إيه الفرق؟ أقول لك إيه الفعل. في فرق كبير جدا بين لما تقول do you watch movies or are you watching movies؟ شايف في فرق كبير جدا. لما تقول are you watching a movie ده معناه انت بتتفرج على الفيلم حالا وقت حدوث الكلام، فعل بيحصل دلوقتي. لكن لما اقول لك do you watch movies دي حاجه بصفه عامه زي daily routine، زي روتين يومي، عاده منتظمه عندك. انت بتتفرج على افلام بصفه عامه. فده الفرق بين verb to be و verb to do. خد بالك ان verb to be لما اسال عن الفعل لازم يكون الفعل مضاف له ing. are you watching TV؟ okay. are you doing your homework؟ are you cleaning your house؟ etc. على نفس النهج او على نفس النظام. لكن do or does بحط الverb في infinitive او في basic form بالشكل الاساسي. do you watch TV؟ بص بقول watch، watch من غير اي اضافات، ما ينفعش اقول watches. does he watch TV؟ برضه watch في infinitive. واحد يقول لي يا مستر طب ما هي قبلها وهي احنا عارفينها بنضيف للverb s او es او ies، ليه ما ضفتش s؟ عشان اقول لك ان ده question سؤال، والسؤال الverb في الانفينيتيف مع do or does. شكرا على المشاهده، اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد في حلقه جديده باذن الله. Thank you.